السلام عليكم. احنا الاطباء المقيمين في المركز الاستشفائي الجامعي ببوليده نتوجه كل المواطنين المواطنات هنا في ولايه بوليده وباقي الولايات الى التحلي بالوعي والجديه وترك كل ما هو هزلي والمسخره اللي رانا نديروها والسخريه من داء كورونا اللي راه مسبب كوارث واغلق بلدان باكملها. في ايطاليا عزل 15 مليون مواطن. ايطاليا بما تتوفر عليه من وسائل ما قدرتش تقاوم المرض. بريطانيا كذلك جماعه الحاله ما راهيش تشكر، راهم كاينين مرضى مشتبه فيهم، مرضى مصابين، تحلوا بروح الوعي يا جماعه، حاولوا ما تخرجوش من الدار الا للضروره القصوى، تجنبوا اسباب المرض وما تجيوش للمستشفى الا لظرف قاهر. واللي يجي مع المستشفى يجي مريض واحد، راهم كاينين حالات مؤكده، حالات مشتبه فيهم. تفادوا اماكن الازدحام، المقاهي، الحفلات على الاقل في هذا الشهر باش ننقصوا من العدوى وننقصوا من انتقال المرض. حافظوا على ابائكم وامهاتكم من هذا المرض، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه. خذوا الامر على محمل الجديه يا جماعه.